السلام عليكم، معكم محمد أويس خان الندوي المتخصص في الأدب العربي من دار العلوم لندوة العلماء. مرحبا بكم في قناتنا تعلموا العربية عبر الإنترنت. إنكم تعلمون جيدا أن اليوم يوم استقلال الهند. اليوم أعني 15 من شهر أغسطس حصلت الهند على استقلالها عن الحكم البريطاني في عام 47 و900 و1000 من الميلاد. فأخبركم اليوم أن العلماء والمسلمين قاموا بدور ريادي لتحرير البلاد من أيدي الإنجليز. فأول من قام ضد الحكومة الإنجليزية هو الشاه عبد العزيز الدهلوي الذي كان خليفة للشيخ شاه ولي الله الدهلوي، فأصدر الفتوى أن الهند الآن قد أصبحت دار حرب، وقد وجب علينا وعلى المسلمين أن يكونوا مستعدين للجهاد ضد الإنجليز الغاصبين. وهذا الإمام السيد أحمد الشهيد الذي قام بتجربة التحرير والجهاد ضد الإنجليز، فبعد معركة عنيفة دامية استشهد الإمام أحمد وصاحبه إسماعيل عام 31 و800 و1000 من الميلاد. وكذلك دارت معركة حاسمة عنيفة بين العلماء وبين الإنجليز في مدينة الشاملي استشهد فيها الحافظ محمد ضامن. وكذلك نشأت حركة تحت قيادة الشيخ محمود حسن، إنه أعد خطة بدقة تامة ضد الإنجليز، فحصل على مساعدة عدد كبير من كبار الشخصيات في طول البلاد وعرضها. ولكن من سوء الحظ انكشف السر، وعلم الحكام الإنجليز هذا المخطط، فألقى القبض على الشيخ محمود حسن الديوبندي ورفقائه وسجنوهم في مالطا. وخلاصة القول أن العلماء كانوا في طليعة المناضلين لتحرير البلاد وإجلاء المستعمرين. فالحق لنا أن نقول إن تاريخ حركة التحرير والاستقلال في الهند مقترن بتاريخ العلماء، فلا يمكن لنا أن نفصل أحدهما عن الآخر. أدعو الله عز وجل أن يتقبل مجهودات هؤلاء الأئمة الأبطال ويسكنهم في فسيح جناته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.